انا ب 3500 كنت يا دوب مدبر حالي، هلا باللي صفي لي شلون بدي دبر حالي؟ ما بعرف. منقتر شوي على حالنا ابن عمي، معلش ما بنتضايع يعني. انا ما بعرف اقتر، انا اذا ما طعميتك سودا يوم اي يوم لا ما بيحلالي عيش، بعدين ما بعتبر حالي رجال. ابن عمي الله غناني انا عن السودا، معلش ابن عمي ما بدي سودا، انا ما بدي سودا. ما بيصير، انا عودتك وانا المسؤول، لازم تضلي تاكلي سودا يوم اي يوم لا طالما انا على قيد الحياه. زهرة حاجت بحل ايه ابوك اللي عم ياكلون، ممدوح لا تتحجج فيني بقصة السودا. لا تردي على حدا، يلي عجبه عجبه واللي ما عجبه لرجلي، الرجال ما بيطعمي مرته سودا مو رجال. حاجة تقول بطعمي مرته بطعمي مرته، كل السودا اللي بتجيبها بتاكلها انت، انا يا بلحق يا خرطة يا ما بلحق خرطة. شو بدي اعمل لك اذا بتضلي ساعة بتلوكي هلا برجع. وين عار؟ راجي. ليه زهرة؟ عيب عليك بحلي، أبوك عم يجيب السودا إلك مو إلي. إلك ولا إله، صحتين وهنا أنا ما قلت شيء. مو ضروري تقولي، بكفي عم تبحل فيني بحلى. أنا معك ليه؟ مالي اللي خلفها. أستاذ زهرة أنا عم جيب لك سودا شيء. شو رأيك؟ أمي أنا لازم أجيب سودا، شان صير رجال. في شي جارنا؟ انتو مطولين هون؟ ما صدقتوا عفيف سافر حتى فلتوا بأرض الديار؟ ايه عاملين عزيمة لقرايبين عفيف وبدنا نعزمهم على العشاء. هو الشغلة مطولة؟ لا مو كتير، ربع ساعة. خير في شي؟ لا ما في شي. طولي بالك امي، طولي بالك مرتي، شبكو لك امو. طبعا شلون عم تحكي معي؟ ما بيصير امي، احترمي احترمي على عيني على القليله. لك عم بحترمها كمان، هي تحترمني. قال انا عايشه عالي على ابوها. انا قلت ايه؟ امي عايشه عالي على ابوكي؟ لك انا ما قلت ايه. لك شو قلتي؟ انا قلت لو ما جوزك ابي كان راتبه كفاه. هيك قلت. كان راتبه كفاه. شو معناته هالحكي بديع؟ فسر لي شو معناته؟ لك ابوكي مين تجوز؟ مو تجوزني هيدي. صحيح ابوكي مو متجوز امي؟ لا افهمنا، بس انا ما قصدت هيك مرت عمي، انا قصدت شيء ثاني. ابي كان بيتجوز، واذا ما تجوزك الك كان بيتجوز وحده ثانيه، ومنيح اللي تجوزك الك. ما تجوز وحده صبيه مثل ابو طنطه. يعني انا مو صبيه، بردون زهره؟ اوكي، جبت لي الحكي لنفسي. نعم تقبريني ما سمعت. لك ما سمعت انت وياها، بس امي بس مرتي شبكوا لك نتف شعراتي مرت شواربي شو مساوي؟ لا تنتف شيء، سكتها لمرتها. شوفي عمي انا فساد وبدي اشتكي لك. شو في؟ مرتك وبنتك بس تكون هون بيسكتوا، بس تطلع بيقلقوا. زهراء قربي لهون لشوف. بدور يا بي. عم اقول لك قربي لهون، انا عم اقول لك قربي. يا بي قلنا لك مرتك. مرت عمك اذا ضربتك بصر ماي بنص وشك، شو بتقولي؟ بليز لوالدين مرت عمي. لا بدي تضربني يا ممدوح، لا بشحاطه ولا بصربعي، كل اللي بدي اياه تبعد عني. خلص مرت عمي ما تقرب صوبك. لوين عم؟ بدي جرب اذا خبت رح يصير شيء ولا ما رح يصير شيء. عمي يا عم بتجي الا بالعياط.